ما أريد عمله في هذا الفيديو هو أن أبين أننا إذا بدأنا بأي مثلث عشوائي، وهذا سيكون المثلث العشوائي الذي سنبدأ به، فإننا نستطيع دائما أن نجعل هذا هو المثلث المتوسط لمثلث أكبر. عندما نقول مثلث متوسط فإننا نقصد أن كل من رؤوس هذا المثلث سوف تكون نقاط المنتصف لأضلاع المثلث الأكبر. سوف أبين لك أنك دائما تستطيع تكوين ذلك، فإذا بدأت بهذا المثلث يمكنك دائما أن تجعله المثلث المتوسط لمثلث أكبر. إذا لعمل ذلك لنرسم خط يمر من خلال هذه النقطة هنا، ولكنه موازي لهذا الخط هنا بالأسفل. إذا هذا الخط وهذا الخط بالأعلى هنا سوف يكونان متوازيان، إذا فقط هكذا. ثم حالا يمكننا أن نقول أشياء ممتعة عن الزوايا. بالتالي إذا كان لدينا خط مستعرض هنا يمكننا أن نتصور هذا الضلع كخط مستعرض لهذان الخطان المتوازيان، أو لهذا الخط وهذا المقطع. نحن نعلم أن الزوايا الداخلية المتبادلة متطابقة، بالتالي هذه الزاوية سوف تكون متطابقة مع تلك الزاوية، ونعلم أيضا أن الزاوية الزرقاء سوف تكون متطابقة مع تلك الزاوية هناك. الآن دعونا نعمل ذلك للضلعين الآخرين. إذا دعونا نكون خط موازي لهذا الضلع من المثلث، لكن هذا يمر من خلال هذه النقطة هنا. إذا دعوني أرسمه بأفضل ما عندي. بالتالي هذان الشيئان سوف يكونان متوازيان، ويمكنك دائما أن تكون خط موازي لخط آخر بحيث يمر بنقطة ليست على ذلك الخط. إذا مرة أخرى يمكننا أن نستخدم الزوايا الداخلية المتبادلة. نحن نعلم أنه إذا كانت هذه الزاوية هنا، دعونا نقول أن لدينا هذه الزاوية البرتقالية، فإن زاويتها الداخلية المتبادلة هي هذه الزاوية هنا. لدينا أيضا زوايا متناظرة، هذه الزاوية الزرقاء تتناظر مع هذه الزاوية هنا. إذا إنها متناظرة مع تلك الزاوية هناك. والآن دعونا نرسم خط آخر متوازي مع هذا الخط هنا، متوازي مع هذا هنا، لكنه يمر من هذا الرأس، يمر من الرأس المقابل لهذا الخط، وبالتالي دعوني فقط أرسمه. يمكنك دائما أن تكون هذه الخطوط المتوازية فقط هكذا. دعونا نرى ما يحدث. فمرة أخرى هذان الخطان متوازيان، بالتالي يمكنك أن ترى هذا الخط الأخضر كخط مستعرض. إذا كان هذا الخط الأخضر مستعرض فإن هذه الزاوية المتناظرة هذه الزاوية هنا. إذا تصورنا هذا الخط الأخضر كمستعرض لكلا الخطين الورديين، فإن هذه الزاوية تتناظر مع هذه الزاوية هنا. وإذا تصورنا أن هذا الخط الأصفر كمستعرض لكلا هذان الخطان الورديان، في الواقع دعونا ننظر إليه بهذه الطريقة. إذا تصورنا هذا الخط الوردي كمستعرض لهذين الخطين الأصفرين، فإننا نعلم أن هذه الزاوية تتناظر مع هذه الزاوية هنا. وإذا تصورت هذا الخط الأصفر كمستعرض لهذين الخطين الورديين، فإن هذه الزاوية تتناظر مع هذه الزاوية هنا. ثم آخر شيء يجب علينا التفكير به هو إذا فكرنا بهذين الخطين المتوازيين بالأخضر، الخطين المتوازيين بالأخضر، وتصورت هذا الخط الأصفر كمستعرض، بالتالي هذه الزاوية المتناظرة البرتقالية هي هنا.
هذه تتناظر مع تلك الزاوية، لأن الخط الأصفر مستعرض لكلا الخطين الأخضرين. بالتالي ما قد بينته مبتدئة بهذا المثلث الداخلي هنا هو أنه إذا كونت هذه الخطوط المتوازية بهذه الطريقة، فإنه الآن لدي 4 مثلثات وتكون جميعها متشابهة لبعضها. فنحن نعلم أن كلها متشابهة لأن كلها لها نفس الزوايا تماما، أنت تحتاج فقط إلى زاويتين حتى تثبت التشابه، ولكن كل هذه المثلثات الأربعة لها نفس الزوايا الثلاثة. الآن الشيء الآخر الذي يمكننا أن نبينه أنهم متطابقات وبالتالي يكونوا متشابهات. فمثلا هذا الضلع هنا بالأصفر هو الضلع في هذا المثلث بين الضلع البرتقالي والأخضر، وهو الضلع بين الضلع البرتقالي والأخضر في هذا المثلث هنا. بالتالي هذان الاثنان لدينا زاوية وضلع وزاوية. إذن فرضية التطابق زاوية وضلع والزاوية، بالتالي هذان الاثنان متطابقان مع بعضهما البعض. ثم هنا في هذا المثلث الداخلي، المثلث الأصلي، الضلع الذي بين الضلعين البرتقالي والأزرق سوف يكون متطابق مع الضلع بين الضلعين البرتقالي والأزرق في ذلك المثلث. مرة أخرى لدينا فرضية تطابق زاوية وضلع وزاوية، بالتالي هذا مطابق لهذا وهو مطابق لذلك. كل هؤلاء متطابقات وبنفس المنطق تماما. إذن بنفس المنطق تماما هذا المثلث الأوسط سوف يكون مطابق لهذا المثلث الأسفل، بحيث لديك الزاوية زاوية زرقاء، ضلع بنفسجي، زاوية خضراء، زاوية زرقاء، ضلع بنفسجي، زاوية خضراء، فهما متطابقان مع بعضهما البعض. بالتالي كل هذه المثلثات متطابقة مع بعضها البعض، أي الأضلاع المتقابلة متطابقة. فإذا نظرنا لهذا المثلث هنا نحن نعلم أن الضلع بين الزاوية الزرقاء بين الزاوية الزرقاء والزاوية الخضراء سوف يساوي هذه الزاوية هنا. آسفة، يساوي هذا الطول. إذن سوف يساوي هذا الطول بين الزرقاء والخضراء، لدينا هذا الطول وذاك الطول. بالتالي أنت ترى كل هذا على هذه النقطة، دعوني أسميها الآن، ربما كان علي تسميتها سابقا. إذا سمينا هذه النقطة A فإننا نرى أن A هي نقطة المنتصف سوف أسمي هذه النقطة B وأسمي هذه هنا C. بالتالي A هي نقطة المنتصف لبي سي، وهذا منصف بشكل كافي، كان يمكنني أن أكونها بطريقة أخرى. الآن دعونا ننظر إلى الأضلاع الأخرى. بالتالي هذا الضلع الأخضر في كل المثلثات هو الضلع بين الزاويتين الزرقاء والبرتقالية. إذن بين الزاويتين الزرقاء والبرتقالية لديك الضلع الأخضر بين الزاويتين الزرقاء والبرتقالية، ولديك ضلع أخضر مرة أخرى. هذا الطول يساوي هذا الطول. وإذا سمينا هذه النقطة هنا دي وربما هذه النقطة هنا اي، فأنت ترى أن دي هي نقطة المنتصف لبي اي. ثم أخيرا الضلع الأصفر بين الخضراء والبرتقالية، إذن بين الخضراء والبرتقالية لدينا ضلع أصفر، بين الخضراء والبرتقالية لدينا ضلع أصفر آخر. كل هذه المثلثات متطابقة. إذا مرة أخرى دعوني أسمي هذه F، فإننا نرى أن F هي نقطة المنتصف لـ EC. بالتالي لقد عملنا ما أردنا عمله، لقد بينا أنه إذا بدأت بأي مثلث عشوائي، المثلث ADF، المثلث ADF، يمكننا أن نكون مثلث BCE، يمكننا أن نكون construct مثلث BCE، بحيث أن ADF
هو المثلث المتوسط ميديال تريانجل للمثلث بي سي اي، وكل ذلك يعني أن رؤوس ADF تقع على نقاط المنتصف لبي سي اي. فربما تقول أن هذا بحد ذاته مثير للاهتمام، ولكن ما المقصود منه؟ المقصود من هذا هو أنني في الواقع أريد أن أستخدم هذه الحقيقة بحيث إذا أعطيتني أي مثلث فإنني أستطيع أن أجعله المثلث المتوسط لمثلث أكبر حتى نثبت أن ارتفاعات هذا المثلث متلاقية. ولنرى ذلك دعوني أولا أرسم الارتفاعات. إذا الارتفاعات من الرأس A يبدو هكذا، فهو يبدأ من الرأس ثم يذهب إلى الضلع المقابل وهو متعامد على الضلع المقابل. إذا رسمت ارتفاع من الرأس D فسوف يبدو هكذا، وإذا رسمت ارتفاع من الرأس F فسوف يبدو هكذا. وما عملته هو كل هذا المعد في هذا الفيديو هو لكي نثبت أن هذه دائما، أو نثبت أن الارتفاعات دائما تتلاقى. ربما تقول انتظر كيف نعلم أنها متلاقية؟ حسنا، كل ما عليك عمله هو أن تفكر هو كيف تتفاعل هذه كلها مع المثلث الأكبر كي تتفاعل هذه الارتفاعات. ما هي ارتفاعات هذا المثلث الكبير؟ حسنا، هذا الارتفاع الأصفر للمثلث الكبير، تذكر هذان الخطان الأصفران الخط AD والخط CE متوازيان، بالتالي إذا كانت هذه الزاوية 90 درجة فإن الزاوية الداخلية المتبادلة معها سوف تكون أيضا 90 درجة، بالتالي هذا هنا متعامد مع CE وهو ينصف CE لأننا نعلم أن ADE هو المثلث المتوسط. هذه نقطة المنتصف، إذن هذا هنا هو المنصف العمودي، هذا هو المنصف العمودي بايسكتر للمثلث الأكبر للمثلث BCE. بالتالي هذا الارتفاع للمثلث الأصغر هو منصف عمودي للمثلث الأكبر. نستطيع عمل ذلك لكل منهم. إذا كانت هذه الزاوية هنا 90 درجة فإن هذه الزاوية هناك سوف تكون 90 درجة، لأن هذا الخط موازي لهذا وهذا مستعرض، فإن الزوايا الداخلية المتبادلة متساوية. إذن هذا الخط هنا، هذا الارتفاع للمثلث الأصغر ينصف هذا الضلع على المثلث الأكبر عند نقطة المنتصف، وهو أيضا منصف عمودي، فهو منصف عمودي للمثلث الكبير. ثم أخيرا نفس الشيء هو صحيح لهذا الارتفاع هنا، فهو ينصف هذا الضلع من المثلث الكبير بزاوية 90 درجة. نحن نعلم ذلك لأن هذان الخطان بالأرجواني حسب ما كوننا للمثلث الأكبر سوف يكونان متوازيان. إذا مرة أخرى، هذا منصف عمودي، بالتالي لهذا السبب إذا أعطيتني أي مثلث يمكنني أن أخذ ارتفاعاته، وأنا أعلم أن ارتفاعاته سوف تتقاطع في نقطة واحدة فهي سوف تتلاقى، لأنه أي مثلث يمكنني جعله المثلث المتوسط لمثلث أكبر، وبالتالي ارتفاعاته سوف تكون المنصفات العمودية للمثلث الأكبر. ونعلم حاليا، نعلم أن المنصفات لأي مثلث تتلاقى فهي تتقاطع دائما تماما في نقطة واحدة.